تعالوا النهارده هنتكلم عن معنى طيب جدا من المعاني اللي بتخلي القلب يدمي صراحة، بتخلي الواحد يعني يفكر 1,000,000,000 مرة قبل ما يشوف أولوياته وتحديد أولوياته في الحياة. إحنا كعباد لله وإيماء لله سبحانه وتعالى علينا دور، دور تجاه ربنا سبحانه وتعالى ودور تجاه أولادنا، عيالنا، دنيتنا، حالنا، مآلنا. أنتوا أعلم بأمور دنياكم، نديرها زي ما ربنا يرضاها. لكن في الجزء اللي خاص بتاع ربنا، فين مفتاح له؟ يعني ايه المفتاح اللي يدخلني على ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه العباده اللي تخليني بيني وما بين ربنا صله متواصله؟ لو وقعت في زنقه، وقعت في ضيقه، وقعت في كرب، وقعت عايز دعاء، عايز ربنا يستجيب لي اللي انا عايزه، عايز ادعو ربنا يسمعني. صله صله، انتوا عارفين الصله زي ايه؟ زي ما يبقى لك مثلا مخنوق من حاجه وتقول ايه، انا هكلم صاحبي الفلاني، انا صاحبي دوت هو اقرب واحد ليا، فانا هكلمه علشان اشكيله همي وبسي وحزني. احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى، الركن الشديد بتاعنا ربنا سبحانه وتعالى. بس لازم يكون لنا صلة، يعني لازم يكون في صلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان نعرف ان احنا نقول يعني لنا عين كده ان احنا نطلب ونقول. والله حتى لو ما انتش عامل وما انتش كذا، برضه ربنا قال لك تعالى ومن يجيب المضطر. افمن يجيب المضطر اذا دعا؟ مين اللي بيجيب المضطر لو كافر؟ يستجيب له الله سبحانه وتعالى. فشبهه ان انا لازم اكون بعمل طاعات ومش بعمل طاعات عشان خاطر ان انا ادعي ربنا، لا، حتى لو عامل معاصي روح لربنا. لكن انا بتكلم على فئه تانية خالص، وركزوا معايا الكلام ده عشان ده الكلام دول البنات الجمال العساسين اللي بيكلموني، وبص الاقيهم لهم طاعات كده تخليني اعيط. احنا عايزين الحال بتاع الخواص. يعني صحيح الله سبحانه وتعالى يربي الناس كلها، العوام، تربيه عامه، ولكن في تربيه للخواص، في معاني ما يفهمهاش الا الخواص. ليه؟ اللي هم مين؟ دول اصحاب العمل الخفي والقلب التقي، هم دول. انا بخاطب النهارده عموم الشعب صراحه، عموم الامه، مش بس الخواص. لكن الكلام هيصل لمين؟ الكلام هيصل لمين؟ القلب اللي لسه بتنغزه نغزه كده، نغزه الطاعه ونغزه الهدايه. اسمعوا هحكي لكم حكايتين اتنين واقفل البث على كده. اول حكايه كان بيحكيها الشيخ عبد الرشيد الصوفي، طبعا كلنا عارفين الراجل بتاع القران، بيتكلم عن والده يعني، وبيقول ان هو كان بعت رساله، والده بعت رساله لاخوه كبير وهو كان في بلد تانية، وبعت له رساله وبيقول له يا ابني، يا بني، واعلم انه من يهجر او من هجر القران الا من قد هان على الله. هان على ربنا اللي هو ايه؟ هوان ربنا في انه ساب القران، هوان هان على ربنا علشان بعد عن كتاب الله، هان على ربنا علشان بعد عن هان على ربنا عشان بعد عن المعيه، عشان بعد عن الحصن القران، هان على الله، ودي كارثه. كنت دايما اسمع اخت من اخواتي، ودايما احكي لكم على التجارب الناس اللي انا ربنا حطهم في طريقي، هي حالها القران. هي تصحى من الفجر ومن قبل الفجر وتصلي وتعمل وتصلي الفجر وتروح وتعمل الفطار لعيالها وتودي المدارس وزوجها الشغل والكلام ده، وبس على المقرأة، ترجع من المقرأة المغرب وكون محضره حاجتها وبتاع، عامله من قبل الفجر يا دوبك على التسخين، يلا 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 الاولاد، شكرا، يلا. حالها كله ويومها كله للقران. تقول لك ما انا كده كده بره البيت فانا صايمه، فهي صايمه تاليه لكتاب الله، اللهم بارك عليه. والله ربنا حافظ بيتها، وانا شفت من الكرامات في بيتها وحافظ بيتها وعيالها من مهالك الامور. لها ابن في هندسه، الابن ده ربنا نجاه قدام عيني من امر والله كان لا محاله، لا محاله، كان ميت ميت. فالاصل ايه؟ ها الاصل ايه؟ القران. واعلم يا بني أنه من يهجر القرآن إلا من قد هان على الله. اللي بيهجر القرآن اللي هان على ربنا.